سلامة. بس بس من أروحك عادل 35 سنة. مرحبا. نحكي اليوم في موضوع نسبة البطالة المرتفعة، كيفاش نجمو نقصوا من النسبة هذه؟ والله نسبة البطالة ارتفعت، هي من بكري موجودة نسبة البطالة ارتفعت، نجمو نقصوا منها أنه مثلا رجال الأعمال يعملوا مشاريع في تونس ونشجعوا المستثمرين الأجانب وتوانسة باش يستثمروا في بلادنا، بالطريقة هذيك نقصوا من نسبة البطالة. كاو هذه أهم حاجة يعني. أنت متخرج كاو اللي سقط؟ عندي الإجازة في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي. من وقتاش متخرج؟ عام قديش؟ والله تخرجت عام 2011، زدت قريت، عملت إعلامية التصرف، زدت عملت دبلوم آخر، خدمت بالشهيدة نتاعي، أما مازلت يعني ما وصلتش لقيت الخدمة اللي نطمح لها يعني، فهمت؟ شنو هي الخدمة اللي أنت تطمح لها؟ خدمة نطمح لها معناها كيما نقولوا احنا نتعين في الوظيفة العمومية ولا نخدم يعني في أونتربريز محترمة ولا حاجة يعني تكون باهية، فهمت؟ اما الانسان يزم يقبل باي خدمه حتى يعني يسهلوا ربي باش يلقى خدمه اخرى. اغلب الشباب يخموا على الوظيفه العموميه، على خاطر الوظيفه العموميه معروفه من اول الدنيا مسمار في حيط، يعني حتى كي تصير لك اشكال معناتها ديما يعني فما معناها فما توليرونس شويه توليرونس معناها فما كل يعني ديما ديما الوظيفه العموميه ديما تكون احسن وخير، فهمت؟ والبريفي زاد باهي، البريفي فيه برشا حوافز، معناتها البريفي برشا بريفي مثلا على قد ما تخدم على قد ما يخلصوك وعلى قد ما تكون عندك رونتابيليتي على قد ما تكون عندك يعني يرفعوا لك في الاجر نتاعك. معناها في البريم؟ في البريم، اما الانسان بصفه عامه يلزم يخدم اي خدمه، انا عندي برشا ولاد صحابي يخدم لك عادي معناها سيكيوريتي، يخدم لك سونتر دابيل، يخدم لك حتى مثلا عاون نظافه تبع البلديه، يلم الباب، عادي الانسان يخدم اي خدمه منه يدور دم منه يتحرك منه يتعلم اكسبيريونس، يعني سبحان الله حتى الانسان هاريخ يده مثلا كما نقولوا احنا مسؤول على شركه مطاعم ولا وتله ولا يبدا الفوق بالكل يده يعرف مثلا دو اجوسكا زيد يبدا يعرف الموظف هذاك البسيط شنو احتياجاته يكون هو مر بها الحاجه هذيك، بالعكس هكاك وتكون تجربه في الحياه، يعني اي حاجه تجربه. ونحب نقول يعني الانسان راهو ديما يعني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واحد مخه ديما يبدا يخدم وديما يبوسيلي ويحاول وكذا، ما في الاخر يعني كان ربي كتب لك حاجه باش تراها اكيد تتراها. ترى انه العمل في الوظيفه العموميه مسمار في حيط وحاجه مضمونه تضمن المستقبل؟ حد ما، اي الى حد ما، حسب ما نقول نشوف، حسب ما داير بيا، حسب الشعوب العربيه والغربيه زاده المتقدمه، يعني ديما علاش هيجي نقول لك على خاطر كيف تصير ازمه مثلا اقتصاديه في البلاد مغلب رجال الاعمال يسكروا الشركات نتاعهم ويبدلوا الانفستيسمون نتاعهم من وجهه لوجهه، مثلا من المغرب للجزائر ولا من تونس البلد شقيق اخر، بينما الوظيفه العموميه ديما تقعد هكا الدوله هي معناها كيما نقولوا احنا اللي تهز، معناها كان صارت اشكاليه الدوله تهزها، فهمت؟ ديما تكون مدعومه بالدوله، كيما انسان مثلا يبدا خارج مثلا باسم بلاده بدراب بلاده ديما يبدا مدعوم ببلاده، يعني ديما الانسان يبدا مدعوم اكثر، وانت ديجا كي تمشي لبرا اذا كان ما تحكيش بالباهي على الوطن نتاعك ما يحترموكش، خاطر سوي كي نا با ان بريزون نا با دو بريزون اي نا با دو فيتور، فهمت؟ لازم الانسان يحترم الماضي نتاعه ويبني عليه الحاضر والمستقبل. على العكس انه فما برشا الشباب يخدموا في الوظيفه العموميه لكن يقول لك تمنينا انه نخدموا اعمال حره معناها فيها اكثر فلوس. والله ينجموا مثلا اون باريل يعملوا ان بتي بروجي ويوظفوا معناها ويخدموا شباب المنطقه، لما لا معناها ينجموا، هو راهو ديما الانسان هكاكا معناها اذا كان نشوفوا الحياه الدنيا هذيا اللي عايش في قصر يحب يعيش في كوخ والعكس صحيح، الاسمر يحب يولي ابيض والابيض يحب يولي اسمر، وديما هكا ترى معناها ديما اي انسان ماهوش احنا حتى في الماكله ما نجموش ناكلوا كل يوم نفس الماكله، يقول لك لا ماكا هو ما سينو هي الوظيفه العموميه باهيه برشا، وهاني قلت لك حتى البريفي باهي والبريفي يخلص، بالعكس برشا معناتها يعجبوني برشا بريفي على قد ما تخدم، على قد ديجا هاني تو نخدم في البريفي على قد ما تخدم ويكون عندك رونتابيليتي وتكون بونكتويير في الوقت اي تو في بيان طون تاتاج اي تو في بيان طون ترافاي يخلصوك، فهمت؟ يعني البريفي باهي والاتاتيك باهي، هما ديجا إليا اون سورت دو كومبليمونتاريتي بين بعضهم يكملوا بعضهم، فهمت؟ وهذاك هو ما ينجموش الناس الكل يخدموا في الاتاتيك كما ما ينجموش الناس الكل يخدموا في البريفي، معناتها ربي قال لنا جعلنا بعضكم درجة، فهمت؟ وذيك اللي يكمل المجتمع. بالنسبة للعباد اللي يعتبروا انه البريفي استغلال. والله شو نقول لك، فما 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 شركات فما ناس معناها باهيين ويسون اونيت ويخلصوا، فما معناها فما باهي في البريفي، فما معناها مش الكل مش الكل. اعمل خير تلقى خير. كهو انا نصور هكا معناها. كهو. شنو فما استغلال؟
انت في خدمتك اليوم ما تراش انك مستغل؟ انا تو بالنسبه لي انا اموري واضحه صافا، معناها جوي باهي، نواجه تحيه العارفي ديجا، فهمت؟ اما ديما فما يا اخي، هي في الحياه ديما ما فماش عداله، راهو حتى ما بين الاخوه في العائله ما فماش عداله، الوالدين ما يعدوش بين اولادهم، حتى في الخدمه هذاك نصيب، واحد لازم يرضى بالنصيب نتاعو ويرضى بالبوست اللي جاه، ايتاتيك ولا بريفي ولا مهما كان البوست نتاعو، ويبدا بالعكس. انا ساعات والله راهم كان يلموا في الدبابز ومثلا ونعاون نظافه ولا مثلا اي موظف هكا بسيط ولا حاجه، تلقاه فرحان وشيخ وحامد ربي ويصلي ويا ربي العمل عليك وربي يشد فيك مادام نتفسخه داخل خارج ومادام الانسان بس مدام خير. وبالنسبه لحكايه هذيا نحب نفتح قوس، حكايه الخروج لبرا، اللي هذا يحب يخرج لبرا يحب يخرج لبرا وتونس خايب وكذا، اسكو تي كخوا انت وقت اللي تخرج تمشي لايطاليا ولا فرنسا وتقول تونس مش باهي، اسكو تي كخوا كو لي جون لا اي سون اي فون تو ريسبكتي؟ امبوسيبل، يقول لك هذايا بلاد وما لقاتش فيه الخير، كلا وشرب وعائلته سب عائلته سب بلاد ورجاء، معناتها مستحيل يقبلوك هما، فهمت؟ يعني حتى كان يقبلوك يعديو بيك بيريود صغيره وبعديك طيشوك، وديجا هما الدول هذوما اي سون ايتوفي معناها، يعني مخنوقين وديجا في عندهم الهجره وكذا. يعني ما خيرش، انا راه كل انسان يقعد في بلاده ويحاول يخدم بلاده باللي يقدر، اذا كان لقى اوبورتونيتي خير كو في السالير ولا في الخدمه، سورتو اللي يعملوا دي ريشيرش سيونتيفيك يمشي معناها للخارج لما لا، لكن زاده في نفس الوقت يرجع لبلاده ويعمل انفستيسمون في بلاده، خاطر بلادي عزيزه ولو جارت عليا، واهلي معناها كما نقولوا احنا اهلي طيبون ولو اهلي كرام ولو ظلموني، فهمت؟ كان فما شكون يكره بلادي؟ ليه مش قلت مش قلت، اما يحس بك الحيف بك الظلم، فهمت؟ اي انسان تجي هكا شويه الاحساس هذاك، اما بالعكس ليك انت الاحساس هذاك كيما الناس الكل، الناس الكل يجيهم الاحساس هذايا، فهمت؟ واحد ديما يحمد ربي وديما يشكر ربي. احساس بالياس معناها احساس بالياس، مش احساس تابع البلد، احساس بالياس تابع معناتها الشخص في حد ذاته، اما البلاد يعني بالعكس ساعه تونس باهيه برشا، وتونس من اجمل الدول، ربي اعطانا مناخ باهي وعندنا ثروات طبيعيه وعندنا برشا حاجات، هما ديما يقولوا لبنان لبنان، وفي دول مثلا العربيه والخليجيه اللي لاباس عليهم يجيو معناتها لبنان، بالعكس هي تونس احسن من لبنان، احنا عندنا الثلج وعندنا الصحراء وعندنا الطبيعه وعندنا كل شيء، جوست كيما نقولوا احنا لي توريست نتاع الدول العربيه ما يقاوش معناها، مش كيما في لبنان ياكلوا كديار وكذا، توا هم بداوا في تونس ياكلوا كلي ميزون دوت وكذا، بشويه بشويه ان شاء الله السياحه الخليجيه تولي تجينا هذيك اللي باش يكون فيها معناها ضخ اموال، ومرحبا باشقائنا العرب الكل، وتونس باهيه برشا. خلي لي كلمه الختام. والله كلمه الختام نقول ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح، وان شاء الله البلاد هكا ترخص شويه اسعار المواد الاساسيه الخضره والغله، وان شاء الله معناتها تصير معناتها اكثر موارد، معناتها اكثر معناتها مواطن شغل للبطاله، ونحب نقول لاي انسان ما يخدمش يعني يرضى باي خدمه ويخدم باي خدمه ويقبل بها، خاطر ديما في بلادك ديما تكون احسن وخير، فهمت؟ نحب نغنيكم مقطع صغير بمناسبه شهر رمضان، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. انا غني المات موسيقيه الكل، يعني جبلي لبناني تونسي طبوع مالوف، ونغني زادا هكا حاجات شرقي، نغنيكم اغنيه نتاع تامر حسني يا رسول الله. يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبيب الله الله الله، يلي علمتنا ان الاسلام يعني السلام يا حبيب الله الله الله، حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا ابن عبد الله، بحبك والكلام أحلى في سيرتك يا حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. إن شاء الله رمضان كريم.